بتوعي الناس او بتساعدهم انهم يعملوا اللي هم عايزينه. والقريه اللي احنا منها منتشر فيها السحر جدا، بس مش اي سحر، البسيط منه بيكون للجواز او للشغل او لوقف الحال، الصعب منه هو اصابه ناس بمرض او اصابه بالاذى بشكل مباشر، او سحر للكشف عن الاثار. واحمد بدا يتعلم كل انواع السحر البسيط منه والصعب، لحد ما وصل انه يتعلم السحر الاسود، واعتمد في تعليمه للسحر على علم الحروف والارقام وبعض الكتب المشهوره في مجال السحر زي شمس المعارف والعزيز او العزيف زي ما الناس بتنطقه. ده غير شويه كتب سريه السحره اللي بيوصلوا لمرحله السحر السفلي، هم بس اللي بيكون